أعزائي المشاهدين، عززتي المشاهداتي على قناة عدن الفضائية في أبواب الخير في موسمه الخامس، ما زلنا في حلقة جديدة في شهر رمضان الخير والبركة، نطرق أبوابا مغلقة ونتعرف عن أسرارها واحتياجاتهم. واليوم معنا حلقة جديدة سنتعرف عن هذه الاحتياجات عن كثب، فتعالوا معنا نرى ماذا خلف هذه الأبواب. السلام عليكم. السلام. رمضان مبارك وعامكم بخير. طيب خير ان شاء الله. كيف رمضان معك؟ انا الحمد لله. نسيت معك اضاءة خليل؟ لا انا ما عندي الا هذه الطاقة بس. ها كيف تحبين؟ ايوه هنا تمام. ممكن نصور معك لو سمحتي؟ ها ممكن نصور معك؟ كيف تصوري معي؟ يعني نصور معك التلفزيون. صورين. ايوه ممكن تحكي لنا حكايتك؟ ايش اللي تعاملك؟ الحمد لله زوجي بحالة. ممكن تعرفين احنا نفسك من انت؟ ها لا تمنعني من حق ابي ومزوجة لهنا لبيت نقاد. ممكن تحكي لنا حكايتك؟ عني زوجي تعبان بحالة كل شيء على عرقه على حفاضات، ظروفي صعبة يعني. على حفاضات مريض؟ تعبان، كنا حفاضات طبلة معي داخل. يعني مدد ايش؟ حالة نفسية. حالة نفسية متحركني؟ إيه عدل الأسبوع هذا بدا يمشي بس ما يحش كل شيء لفوق ولا فوق خرقوب ولا ماي. معك أطفال؟ معي هذه ولاد اخوه داخل وبنت بلادي عادي. معي تنتين بنات وابن. تنتين بنات وابن. وهذا البيت ايجار ولا حق؟ يعني حق الناس عاد. حق الناس مؤقتا. الحين المسكين هو حاله نفسيه مغطى ما في صوت مسكين تعبان. لا لا خلي 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 احكي لنا. ما معوش احد؟ الا معه واحد مكانته تعبان مثله بس انه عدم شيء. ها؟ مدري إذا العمود مو بمفروض. قلت لي اسم زوجك؟ عبد الرحمن نجار. عبد الرحمن نجار. ايش في البحر؟ مدري من هذا ما يقدرش مفروش من هذا من حق له كل شيء حاله كل شيء. ظهره في البحر يعني كان. حمال دقيق وهذا شاقي شقة. أيوه الآن مفروش ولا شاقي ولا لاقي معي. إبرة وخل لفق نفسه حفاظات. حفاظات. الحفاظات معي طبلة ذيك بالمكان كل شيء لعرق. يساعدونا بأي حاجة بحق علاج أهم شيء بدي شيء سخرهم الله يسخرهم الله ما شاء الله أثق شن على حد يعني كده عايشين دحين يعني أسفة بس كده يتعب الحفاظة ما بعدكش فوقه اليوم ما بعدكش ولا على حفاظات لما تبعديها في القرية كده هو يقع شم هلا ما حق أنا ريحة يقع شم قع شم من البيت والله والمطبخ حق ولا هذا المطبخ حق هل درست مدرسة النجاح؟ عشان من جاء الحرب بعد جاء الحرب رجعنا هنا ما كانت احنا يعني قبل الحرب من ساكنة؟ لا من بعد الحرب قبل الحرب كنت ساكنة؟ ساكنة يعني بإب عند أمي بإب نجاح ايوه بعد رجعنا هنا بإب خلف فين ها؟ خلف إب خلف إب فين دي خلف إيه؟ أنا تحت إيه؟ أول إحنا هذا الخارج هذا من كنت عارفين إزاي إحنا كنا عايشين اسمه بقرى بقرى أيوة وبعدين أجت الحرب وهربتوا لهنا؟ أه أيوة وأنت تدرسي إيش؟ ها؟ إيش تدرسي؟ أنت متعلمة؟ يا لبي سلمي تكلمي ايش تدرسي؟ قلنا بمدرسة النجاح صف اول عدني وخلاص عادي المورد خبري ثاني ما فيش بالقرى ما فيش بالقرى الا كل مدرسة مشحلة ما فيش دراسة بالقرى تحتي ما فيش دراسة وليش حرب؟ ما فيش حرب عادي ها؟ ما فيش حرب عندكم مو الا بو والحواته قشب ومقشب دخل ابا المدينة ما خلوش احد هنا ها وبعد هربنا لهنا بعد الحرب كنتم اللي انا سنة لا رقب فتحوا لكم الناس هذه كنت عايشين كنا عايشين هنا من قبل ايوه بعدين هو جاء حرب واحنا هربنا ورجع بعدين رجعنا هنا يعني انتوا كنتوا عايشين بتعز اصلا ايوه فلا
حضرت تشتري نفسه مع الحوادث هربت لهنا. هربنا ورجعنا الحين ثاني. أنا سكان اليحملية من زمان. من زمان مش من زمان يعني من قبل الحرب. أيوه هذا ما بش كان حرب ولا شيء. هذا على عبد الله صالح اللي هو هذا بعد قبل الحرب أنا هربت. هربتي ده الحين رجعنا. أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات حالة أم إسم أم من؟ أم محمد أم مروة ولا أم صفاء أي ثلاثة. معك رقم تلفون؟ كم رقم تلفون؟ أنا حافظة كيف تعالي قولي لي هنا تعالي يلا كيف اسمه كم الرقم 774 من حلمه قولي 774 ثانية 774 ثانية 381 381 هذا رقمها. عاقل حالة تعرف حكاية أنت ولا حاجة تعرف عنهم حاجة؟ إذن أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات على قناة عدن الفضائية الحالة طبعا صعبة. أب معاق شبه معاق وحالة نفسية كانوا في تعز هربوا من تعز إلى أب علشان يعيشوا بحياة كريمة ولكن على ما قالت قشقشوهم في إيش قشقشوهم الحوتي فهربوا إلى هنا ثاني مرة ولكن للأسف رب الأسرة تعبان كل أشياء تحته. إذا أنتم موجودين بتلاحظوا أنه كم الهائل من الرائحة لا لشيء لأن قالت على مقالة الزوجة إنه سوى حاجة في فوق نفس الآن كلها الحفاظة هذا مليانة أخرج أخرج أنت هذه تعال 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 تلبسيها حفاظات من دنا يعني عايش زوجها على الحفاظات. نقول لرجال الخير في شهر رمضان ساعدوا أم محمد تعيش في ظنك العيش عيالها بدون أكل ولا مشرب ولا حياة وزوجها مريض وأيضا يحتاج العلاج من أجل يعود كما كان. كان زمن كذا مريض حمال ولا بشي حمال وشاقي علي الحمد لله أنا وعيالي ولا بشي الآن متحرك. اليوم إحنا في قناة عدن الفضائية من برعاية سيدات المال والأعمال القاهرة الهلالي. طبعا هذه قاهرة إيش قالت لي قالت مش اسمها يكون موجود ولا تشتي عمل خير بس ايش نقول احنا لها شكرا لك يا قاهره انك ساعدتيني. شكرا لك يا قاهره انك ساعدتيني وجزاكم الله خير رفع علينا الخير الله يحفظكم ان شاء الله ويفتح عليكم الخير ان شاء الله. ام محمد منتظره منكم في شهر رمضان الخير في شهر ان شاء الله ربي لي نشتي له العافيه لزقيكم شقي على وضع الجن ان شاء الله يتعافى زوجك يا رب. ام محمد منتظره من الجميع يد بيضاء من اجل مساعده عيالها فنرجو من الجميع في شهر رمضان الخيري مد يد المساعدة وليس قاهرة فقط. نريد من الجميع فتح باب باسمك لمروى ومحمد وأختها وصفاء. حلو أنت يا اسمك تعال 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 إن شاء الله تبقى إعلامي أحسن مني. إذن هذه اسمك مروى تقول لكم كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك صح بس ساعد بابا صح صح. إذا ساعدوا أبوها في حالة نفسية إذا عاد كما كان ستعود الفرحة إلى وجوه أم محمد ومروة. يلا تحياتي لكم أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات كما سمعنا من أم محمد حكايتها ولكن جيرانها سيتحدثون عن حالتها باستفاضة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك وعام بخير. أنت بخير إن شاء الله. في رمضان الخير دائما نفتح أبواب الخير من أجل الناس الشعبية. فحكاية أم محمد هي وزوجها والحالة اللي فيها ممكن تعرف المشاهد عن حكايتها؟ والله أتزوج عليها وكان يعني تمام. فجأة كذا مدري إيش اللي حصل له يعني جنن أو قرح له فيه زي ما تقولي. ففجأة رجع شحتنا عند أصحاب الباصات ولا ذا فجأة يعني جنن يعني دخل الحالة يرثى لها. فرجع يعني شحت هنا وهنا 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 ويعني ظروفهم تصعبت. طبعا جاءت الحرب 2014 وبعدين نزحوا وضاع ورجعوا يعني الآن قبل سنتين طبعا وتوفت أمه أيوه وزادت حالته زيادة. أنا المسكين يخرج بالشوارع يدور له حق اللقمة هذا يعني حالتهم صعبة جدا يعني ما يقدرش يتمالك نفسه يعني عقله مش موجود أكيد يعني زي ما يرجع زي ما الطفل أي مثل الطفل يعني أيوة يعني زي ما الطفل زي ما تقولي زي ما الغيبوبة بس اللهم إنه صاحي ولا هو تعبان يعني
ايش تقول لرجال يحضر رمضان؟ والله نتمنى انكم تساعدوهم، حالتهم تعبانه جدا، جزاكم الله خير الجزاء، نتمنى انكم تساعدوهم لانهم فعلا هم بالحاجه اكيد. ورمضان كريم ان شاء الله. ورسول عليه الصلاه والسلام تعود من قهر الرجال، فهذا رجل وعياله تعبانين وهو تعبان، فنقول يا رجال الخير ويا ايادي بيضاء ساعدوا الرجل لانه معه قهر الرجال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضانك مبارك وانتم بخير. وانتم من اهل الخير. ممكن تتكلم لنا عن حكايه ام محمد وزوجها؟ هذا ام محمد وعبد الرحمن يعانوا من تخللات عصبيه وامراض نفسيه، وحالتهم الماديه يرثى لها، يعانوا من الفقر والمادة. نرجو لفاعلين الخير من المساعدة لهم، فلهم الأجر الكثير وجزاهم الله الخير في شهر رمضان. يوفقهم الله لينظروا لهذه الحالة الأسرة الفقيرة، وإن شاء الله يثبت لهم الأجر وجزاهم الله الخير. ورمضان شكرا لك. باختصار مكرر الابن ابن وصاحب هذا. أم محمد تحتاج مننا الكثير والكثير، وفي شهر رمضان محتاجة منكم أنتم يا رجال الخير، ساعدوها. جيرانها كلهم يتكلمون عنها وعن زوجها بكل قهر، لا لشيء، لأنه رجل، والرجل لابد أن يكون يساعد أهله، ولكن أتى هو الوبال، وهو الذي يعاني الحالة النفسية التعبانة، فعياله يحتاجون المأكل والمشرب، وهو يحتاج الدواء.